نعم محمد، هي بالفعل الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، الجماهير متواجدة هنا، حرقة كبيرة ظاهرة على محياهم. اليوم المنتخب القطري خسر المباراة بالرغم أنه كان أكثر عددا وكان هو المتقدم. نعم، المنتخب القطري ضيع الفوز من بين يديه، لا استغل النقص العددي، لا استغل عامل الأرض والجمهور، يعني غير كذا ما استغل التقدم اللي كل يعني تقدم المنتخب القطري، عاد الياباني تقدم القطري عاد. طيب ليش ما يلعب دفاع؟ سبستيانو 7 مرات تسلل، ليش؟ طيب اخطا مره مرتين ثلاث اربع خمس ست 7 مرات تسللات، ليش؟ طيب غير، دخل فابيو ما نفع الوضع، رجع الياباني سوي يعني ليش الانديه الاخرى والمنتخبات كلها في تصاعد مستواها؟ ليش؟ احنا في انحدار. انا ما ابي اليابانيين ما يصعدون، بالعكس بس نبي نصعد معهم. هذا اللي انا بقول هارد لك قطر. قطر النهارده لعبت وخرجت بشرف بشرف بشرف. هارد لك قطر، هارد لك قطر والله، وربنا يوفق بقيه الفرق. امين يا رب العالمين. بالفعل هي حرقه واضحه هي حرقه واضحه من الجماهير المتواجده هنا، سواء كانوا قطريين او عربيين. اعود اليك الان محمد، تفضل. شكرا جزيلا لك عمر، تستاهل القبله من هذا المشجع. ممكن انتقل الى سوق واقف الزميل جابر العربي. جابر تفضل لك الكلمه.